طيب هنجيب عندنا الاسترتش بتاعنا ونبدأ ان احنا نعمل حركة لذيذة جدا. هفرد في نوعين، في انواع كتير من الاسترتش يا جماعة. انا عايز اتكلم عن الموضوع ده بقالي كتير، وايه وكل واحد له استخدام. في استرتش هتلاقيه بيلزق في بعضه جامد قوي، ده بيتعمل للحاجات المغلقه، يعني لما تيجي مثلا تدخلي حاجه فراخ او لحمه مفرومه او اي حاجه عايزه تحفظها في التلاجة، فده مش هينفعك اللي انا معايا ده. لكن في اللي هو يعني في درجات منه، فكل درجه لها شغل، خلي بالك من الموضوع ده، لان في ناس كتير الاسترتش بتاعنا مش زي اللي عندك، ما هو له درجات معينه. فده زي ما انت شايفه كده، لما فردته طلع زي ما هو كده سليم. في اللي هو بيتمط جامد، اللي هو فيه بيبقى مطاطي جدا، فتيجي تقطعي منه حته زي دي تلاقيه لم على بعضه.